اسمي لمى ابو الخير. علمي اليوم قدمنا امتحان رياضيات ورقه ثانيه، الامتحان كان كثير صعب وبرعيش الفروق الفرديه ابدا، وتوزيعات العلامات كانت كثير سيئه، يعني هم ما رعوناش بالورقه الاولى وكمان جابوا الورقه الثانيه اصعب، انهم يسهلوا بقى الامتحانات على اساس يعني اللي كان مفكر يجيب معدل عالي يعني يجيبه، لانه هيك كثير نقصنا علامات بالرياضيات. اسمي رينا القوادر، الامتحان كان اليوم كثير منيح الحمد لله، مشي بخير يعني. الورقة الأولى أنا حسيتها كانت أصعب شوية، أزخم الورقة هاي كانت مراعي أكتر، خصوصا في الاختيار من متعدد، الورقة الأولى كان كتير أصعب، وإن شاء الله بقى الامتحانات أطلع منها هيك يعني نفسية مرتاحة. الاسم ياسمين أبو خاطرو. بالنسبة للامتحان اليوم كان يعني أهون شوية من الامتحان الورقة الأولى، كنا متوقعين صراحة تسهيلات أكتر من إنه بالنسبة إنه الورقة الأولى كانت كتير صعبة فوق مستواها فوق العالي، فاليوم برضو يعني كان في صعوبة كتير في الأسئلة، وفي أسئلة إحنا بننكرش، في أسئلة كانت من الكتاب بس في أسئلة مستواها برضو كتير كان عالي، فإحنا إن شاء الله يعني بنتمنى منهم إنهم يرعونا بالتصليح يعني، لأنه كانت الأسئلة برضو صعبة مش زي ما إنه كنا متوقعين. تسنيم ربيع، والامتحان اليوم ورقة تانية رياضيات تكامل. الامتحان كان سلس، أسهل كمان من الورقة الأولى الحمد لله، والوقت كان كافي بالعكس الوقت الزيادة، يعني استلمت أنا قبل الوقت ولا يعني الحمد لله، يا ريت لاخر الامتحانات تكون هيك.